خرج من رحم اللغة العربية الجنوبية عديد من اللغات واللي ما زالت موجودة معانا لغاية دلوقتي، منها العربية الفصحى أو العربية الحديثة، ومنها اللغة الحبشية واللي خرجت تماما من نطاق جزيرة العرب وأصبحت من أهم لغات القارة الأفريقية. خلونا النهاردة نختم رحلتنا مع اللغات السامية، مع لغات الأحباش الجعزية والأمهرية. هات ودنك وخليك معنا شوية. تعتبر أثيوبيا من البلاد متعددة اللغات واللهجات والعرقيات. عدد اللغات اللي فيها النهاردة أكتر من 12 لغة محلية، منهم 4 لغات مهمة منتشرة في مناطق كتير. عدد الناس اللي بيتكلموا بيها حوالي من 70-80% من مجموع الناس، والباقي بيتكلم لهجات ولغات إقليمية بتوصل لحوالي 50 لهجة مختلفة. كل واحدة فيهم بتبقى في قرية أو 2 أو 3 بالكتير جنب بعض. ولكن لو جينا بقى للغة المشتركة بين الناس اللي لازم تكون عارفاها إلى جانب لغة المنطقة اللي ساكنة فيها، لغة الصحافة والإعلام، لغة التعليم في المدارس، لغة الحكومة الفيدرالية اللي بتحكم البلد ومؤسساتها، فهي اللغة الأمهرية. ولكن قبل ما نتكلم عنها، خلونا الأول نتكلم عن أمها، اللغة الجعزية، لغة الأحباش، من يجي 2500 سنة. في هضبة اليمن عاشت عديد من القبائل في ممالك سبأ وحمير ومعين، منها قبيلة حبشت واللي هجروا من اليمن للساحل الأفريقي على دفعات. بداية من القرن الخامس قبل الميلاد استقروا في هضبة الحبشة مع عديد من الشعوب التانية أو سكان المنطقة الأصليين، الكوشيين والصوماليين والأورومو وغيره. ولأن الأحباش دول أصلا عرب ساميين، فراحوا لأفريقيا ومعاهم لسانهم العربي الجنوبي أو السبئي واللي كان بيتكتب بخط المسند، وكمان عقيدتهم السامية والآلهة اللي كانوا بيعبدوها في سبأ. مع الوقت طال اللغة بتاعتهم شيء من التأثير الكوشي على الصومالي، فنتج عنها اللسان الجعزي أو لغة الأحباش الجديدة، واللي ظهرت لأول مرة تقريبا خلال القرن الثاني قبل الميلاد. أسس الأحباش مملكة أكسوم كأحد الممالك القوية ذات التاريخ العريق في منطقة القرن الأفريقي. ظهرت تقريبا بدايات القرن الأول الميلادي، توسعت وسيطرت على الممالك اللي حواليها، امتدت كمان لمناطق في اليمن، ولأنها كانت في موقع استراتيجي في طريق التجارة من أوروبا للهند، فازدهرت وكبرت وعملت علاقات مع الهنود والفينيقيين واليونانيين والرومان من بعدهم. وده واضح جدا من خلال العملات بتاعتهم اللي لقوها في بعض مناطق في الهند وفينيقيا ساحل الشام. ولأن الأحباش كمان يعتبروا أصلا خليط من الأمم، فكانت الجعزية واحدة من اللغات اللي كانوا بيتكلموها. في القرن الرابع الميلادي لما وصلت المسيحية للحبشة وانتشرت بين السكان، بدأت اللغة الجعزية تنتشر هي كمان كلغة الخدمة في الكنيسة، كانوا بيقولوا بها الصلوات والقداس والمواعظ. كمان ظهرت ترجمات للبايبل أو كتابات الآباء والربان، فظهرت الأدبيات بتاعة اللغة اللي زي ما قلنا قبل كده بتنميها وتطورها وتساعد على انتشارها بين كتير من اللي ما يعرفهاش. فضلت مملكة أكسوم مزدهرة يمكن لأكتر من 1000 سنة، ورغم أنها عصرت زمن الفتوحات وتوسع الدولة الإسلامية في جميع النواحي، وفي مكان كمان مش بعيد عنهم، ولكنها فضلت بعيدة عن تطلعات المسلمين بشكل أو بآخر. محدش فكر أنه يتوسع جهة الحبشة، واكتفى الخلفاء وعمال الأمصار بالعلاقات الطيبة معاهم. بعد زوال مملكة أكسوم تقريبا منتصف القرن العاشر الميلادي، اتفرقت الحبشة لعدد من الممالك، شوا وجالا ولاستا وجوجيام وتجري وغيرها. دول بقى دخلوا في حالة من العداء والحروب والفوضى استمرت لقرون طويلة، لغاية ما وحد جزء كبير منهم منتصف القرن 19 الملك يوحنس الرابع، واللي دخل في حروب ضد الخديوي إسماعيل ولي مصر.
ومن بعده جه الملك تودوروس الثاني واللي يعتبر هو المؤسس الحقيقي لأثيوبيا بعد انتصاره على المصريين. وحد الدولة كلها تحت حكمه، فرض عليهم اللغة الأمهرية، بدأ شكل الحكومة والدولة يبان. وبعد سلسلة من الحروب والمعارك مع الطليانة والفرنسويين والإنجليز لغاية عهد الإمبراطور هيلا سيلاسي أواسط القرن العشرين، تم إعلان الاستقلال وتغيير الاسم لأثيوبيا. أصبحت الأمهرية هي لغة الحكومة الرسمية، إلى جانب إنها كمان لغة الميديا طبعا والصحافة والأدب والمسرح. واستخدم الأحباش في البداية خط المسند السبئي لكتابة لغتهم. مع الوقت اتطورت الحروف بتاعته وبقت أكتر مرونة، تقريبا بسبب إن هم بقوا يكتبوها على الرقاع والورق، ما عادتش بتتنقش على الحجر والرخام زي زمان. 26 حرف ساكن بمسميات شبه الحروف العربية اللي كانت في خط المسند، واتجاه الكتابة من الشمال اليمين عكس الكتابة السامية. ده ممكن يكون تأثير إغريقي لأن هم ارتبطوا بعلاقات ثقافية معاهم، بالذات فيما يخص ترجمة الكتاب المقدس وكتب الرسل. ولكن لو نفتكر اللي احنا قلناه قبل كده عن خط المسند، ان هو كان حر في الكتابة من اليمين للشمال او حتى من الشمال لليمين او من فوق لتحت، فممكن يكونوا هم استحسنوا اتجاه الكتابة ده ومشوا عليه من الأول. في عصور لاحقة أضيفت حركات التشكيل على الحروف زي اللغات السامية، ولكن في الجعزية ظهرت بشكل مختلف. ظهرت 7 حركات بتمثل الضمة القصيرة أو والضمة الطويلة أو شبه اللي فيها مد بالواو في اللغة العربية، والكسرة القصيرة إي والكسرة الطويلة إي زي اللي فيها مد بالية، والفتحة القصيرة أ والفتحة الوسط إي والفتحة الطويلة آه. 3 حركات للفتحة. لما تحط دول بقى على أي حرف هينتج 7 رموز، كل رمز بيتنطق بحركة مختلفة وحسب وضع التشكيل عليه. تعالوا نشوف كده حرف الر لما بيتحط عليه التشكيل بيتنطق إزاي. نسمع كده: ر رو ري را ر ر رو. ونشوف كمان حرف تاني وليكن حرف الت، نسمع برضو: ت تو تي تا تي ت تو. وهكذا ظهرت بقى الحروف دي كلها. طبعا المنظر ده يخض، غير اللغة اللي كمان خرجت من كونها أبجدية أصبحت أشبه بالمقاطع الصوتية. فاكرين اللغة الأكادية واللغة المصرية القديمة، علشان تشكل أي كلمة أو تكتبها أنت محتاج أن أنت تدور على النطق المناسب ليها. نسمع كده بعض الكلمات: سهاي جرقة زاف دمت وشا باري بيت كفل بر درجة. ولأن الحروف الجعزية لغة سامية، فاحتفظ الفوكابلري بتاعها بعديد من الكلمات السامية المتشابهة مع إخواتها من اللغات التانية العربي والعبري والسرياني، بالذات في اللي بيتعلق بالروابط الاجتماعية أو العائلية وأسماء بعض أجزاء جسم الإنسان، كمان بعض مسميات الأعداد من 1 لـ10 والضمائر الشخصية. ولكن طبعا النطق وبنية اللغة بشكل عام طلها كتير من التأثيرات الكوشية والصومالية والأرومية وغيرها، فبعدت عن الأصوات السامية بشكل أو بآخر، أصبحت ليها شكلها وطابعها المستقل. وفي النظام العددي استخدم الأحباش رموز خاصة بيهم للأرقام من 1 لـ10، وادوا كمان العشرات كل رقم رمز، يعني 10، 20، 30، 40 وهكذا. لو عايز تكتب مثلا 45 هتجيب الـ5 من الأحاد والـ40 من العشرات، كده تبقى اتكتبت. الرمز ده بقى يعني 100، لو عايز تكتب 200 هتحط 2 من قبله وهكذا. لو عايز تكتب 256 يبقى هنبدأ من اليمين بالـ6 الأحاد، وبعدين الـ50، وبعدين الـ100 وجنبها 2 أحاد وهكذا. الرقم ده يعني 1000، لو عايز تكتب 2000 هتحط 2 جنبه زي ما كتبنا الـ200 وهكذا. لو عايز مثلا تكتب 1984 هنبدأ بالـ4 من الأحاد، وبعدين الـ80، وبعدين الـ100، ومن بعدها 9، وفي الآخر 1000 وهكذا. نظام مش عملي مش كده؟
وبالذات في العمليات الحسابيه جمع وطرح وضرب وقسمه هيبقى مشكله. حاليا الاثيوبيين بيستخدموا النظام العددي العادي الارابيك نيوميرالز المستخدم في دول كتير، والارقام دي بقى استخدامها في اضيق الحدود. وبالنسبه بقى لنظام الترقيم او البانكتويشن، استخدم الاحباش نظام خاص بيهم ومميز بشكل كبير، الفاصله والفاصله المنقوطه والنقطه اللي في اخر الكلام وهكذا. النظام ده مش معروف في اي لغه تانية، ومن الحاجات اللي بتخلي اللغه شكلها فريد ومميز الى حد ما. في القرن 19 ظهرت اللغه الامهريه كواحده من لهجات اللغه الجعزيه داخل اقليم امهره شمال اثيوبيا حاليا. شويه بشويه استقلت وبقت لغه مختلفه، وان كانت ورثت من امها اغلب خواصها وقواعدها النحويه وكمان نظام الكتابه، ولكن برضو اختلفت عنه في بعض الامور. الحروف الامهريه بتفرق شويه عن الحروف الجعزيه. النظام الجديد سموه فيدل او هاهو زي تسميه الحروف بتاعتهم، غير النظام ابو جيده اللي هو كان بتاع اللغه الجعزيه. طبعا انت الوهله الاولى مش شايف فرق، بس هنقول دلوقتي اتجاه الكتابه زي ما قلنا من الشمال اليمين. في الصوتيات بقى اختفى نطق بعض الاصوات الساميه الاصيله زي الحاء والخاء والطاء والعين والغين والقاف، ظهرت اصوات جديده، فلقينا بعض الحروف القديمه اندمجت مع بعضها، وده سبب ان صوت زي الهاء مثلا له اربع حروف سواكن غير حركاتهم، كل دول كان اصلهم حاء او خاء. نفس الشيء حروف الطاء والعين والغين والقاف غير الصوتيات الجديده، فاصبحت الحروف الامهريه السواكن 33 حرف غير الحركات السبعه اللي قلنا عليها، بالتالي اصبح نطق الامهريه بعيد عن اللغات الساميه المعروفه العربي والعبري والسرياني. عايزين نسمع كده صوت اللغه الامهريه وطبعا من اهلها ونشوف بنطقها ازاي. سلام سلام انديتناچو انكون اوري تشانالاچن بسلام لباچو اي አዲሱ ቻናላችን ወደ አዲሱ ቻናላችን ስትመጡ ሰላም 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 እንዴት ናችሁ የቲጂ ቲዩ ተከታታዮች ያው አብሪኮ ያው እንዳላችሁ የመጀመሪያው የቲጂ ቲዩ ቀዳሚና ሁሉ ያስገቡ እንዲያጠኑ ማድረግ ሲሰራ እንደቆየ ነው የሰማን ይሄ ራሱ ሌላ ከፍተኛ ለውጥ ያመጣ። بالنسبه لبنيه اللغه نفسها، في اللغه الامهريه بيجي الاسم في الاول وبعدين الحال او الصفه او المفعول وبعدين الفعل في اخر الكلمه، وده غير اغلب اللغات الساميه على فكره. فلو حبينا مثلا نقول جمله ذهب طارق الى المدرسه، هيبقى ترتيب الجمله كده: طارق الى المدرسه ذهب. ولو استخدمنا صيغه المضارع قلنا مثلا يذهب طارق الى المدرسه كل يوم، هنقول طارق كل يوم الى المدرسه يذهب. نفس الشيء بيجي الاسم في الاول وبعدين الحال او الصفه او المفعول وبعدين بيجي الفعل في اخر الكلام. بالنسبه لتعريف الاسماء بقى زي الالف واللام في اللغه العربيه، في الامهري بيكون بالواو، واو بتتنطق في اخر الكلمه يبقى كده هي معرفه. نفس الشيء الجمع بيبقى باضافه اوتشي في اخر الكلمه كده تبقى جمع. وعلى فكره الامهري ما فيهوش مثنى، جمع او مفرد بس. الضمائر الشخصية بتفرق من المذكر للمؤنث في المفرد أو الجمع، كمان ممكن تخاطب المفرد بصيغة الجمع للاحترام، ولكن النطق بيفرق شوية. بالنسبة للأفعال فهي كلها غالبا بترجع لجذور ثلاثية زي أي لغة سامية. تصريف الفعل حسب الزمن بيبقى بإضافات بتتحط قبله أو بعده، برضو بتفرق ما بين المذكر والمؤنث. مثلا الفعل ده بمعنى يشرب، تصريفاته مع الضمائر الشخصية بتكون بإضافات سواء قبل الفعل أو بعده، بتبقى زي أشرب، يشرب، تشرب، يشربون وهكذا. اللغة الأمهرية تعتبر لغة صعبة إلى حد ما، حتى بالنسبة للي بيتكلم لغة سامية عربي أو عبري، لأن الفوكابولري بتاعه مش هينفعه لو هتعتمد على اللغات المتشابهة، فنطقها أصبح بعيد جدا ومش مفهوم لما تسمعه لأول مرة. في القراية أنت محتاج أن أنت تحفظ أشكال الحروف المختلفة اللي بتعدي 200 رمز وشوية، خصوصا أن بعض الحروف اللي اختلافات فيها بتبقى بسيطة جدا. كمان في الكتابة اليدوية أنت محتاج أن أنت تتعلم دقة في كتابة كل حرف علشان اللي بعدك يعرف يقرأ خطك من غير ما يغلط في القراية. موضوع الحركات اللي بتضاف للحرف دي بالنسبة لنا احنا هتبقى صعبة شوية، لكن ايا كان طبعا مفيش حاجة صعبة على حد عايز يتعلم اللغة دي. النهاردة اللغة الامهرية من اقوى لغات الاتحاد الافريقي في اللغات السامية، موقعها تحت اللغة العربية على طول، بيتكلمها طبقا لاحصائيات 2020 حوالي 37 مليون شخص كلغة اولى، غير حوالي 70 مليون شخص كلغة ثقافة او لغة تانية،
هم طبعا بقيه الشعب الاثيوبي، غير انها لغه مقدسه عند طائفه الراستافاريه اللي بيقدسوا شخص الامبراطور هيلا سيلاسي. ادي كمان 3 او 4 مليون شخص. هتلاقي في صندوق الوصف تحت مقاله تفصيليه بتتكلم عنهم. حاليا على الانترنت في عديد من المواقع اللي بتعلم اللغه الامهريه بشكل مجاني، كمان بتدي دعم رقمي للغه للي عايز تعريف للكيبورد او فونتات. الكيبورد بتاعتها بالمناسبه عاديه زيها زي العربي والانجليزي. الحروف السواكن بتبقى ظاهره قدامك وباقي الحركات بتيجي بالشيفت من كل حرف وتختار الرمز بالحركه اللي انت عايزها. كمان في عديد من القواميس اللي بتترجم امهري لعديد من اللغات. اما بقى اللغه الجعزيه فهي حاليا لغه كلاسيكيه تعتبر مستودع لادبيات وتراث وروحانيات وتاريخ الشعب الاثيوبي بوجه عام. لغه مهمه بالنسبه لاي باحث في التاريخ او الاثار او الادب الاثيوبي، غير انها لغه المسيحيين المتدينين اللي رغم انتشار عديد من الترجمات الامهريه للكتب الدينيه بتاعتهم، لكن الارثوذكس منهم بيحبوا ان هم يقروا الانجيل والصلوات وتدوينات الاباء باللغه اللي اتكتبت بيها من القرن الخامس الميلادي. وبكده نكون خلصنا دراسة أشهر اللغات السامية. في الحلقات اللي جاية إن شاء الله هندرس عائلة جديدة من اللغات. أكد على اشتراكك في القناة وتابع صفحتنا على فيسبوك وإنستجرام. خالص الشكر للمتابعين اللي بيدعمونا عن طريق الاشتراك في القناة أو خاصية سوبر تانكس. دوس على الزرار الأبيض اللي تحت تفهم أكتر. في انتظار تعليقاتكم واستفساراتكم، واستنوا مزيد من حلقاتنا على قناة وقال الراوي.